بأجمل الأمنيات نلقاكم مستمعين الأحبة. أحبتنا، بين الحياء وقلته خيط رفيع، فكيف نحافظ على التوازن دون تجاوز الحدود؟ وماذا عن قيمة الحياء في سلوكياتنا؟ هذا ما سنعرفه من مدربة التنمية البشرية رهف تسابحجي. ياريت نحكي للأخوة المستمعين عن الحياء وهو ثمرة من ثمار القلوب. بداية لازم نفهم الفرق بين الحياء والخجل. جميل. كتير في ناس تخجل، لكن الخجل ليس هو الحياء. الحياء هو شعور داخلي بالامتناع والبعد عن الشيء الفاحش. أما الخجل هو ضعف داخلي بيحول بيننا وبين التصرف المعنوي أو المادي في لحظات يكون فيها مطلوبا. الخجل بيكون الشخص هو عنده ضعف بشخصيته، ما بيحب يقعد مع الآخرين أو بيستحي مثل ما بيقولوا، في اضطراب نفسي معين قليل. فإذا زاد عن حده فهو ممكن يصير في اضطرابات نفسية عالية. طبعا نحن بنقول اللي بيخجل بنقول كلمة بيستحي، لكن هي شيء مختلف. الحياء هو شكل، هو محمود، أما الخجل، هو مذموم. الحياء بنم عن الأدب، صحيح، والخجل ربما عن الضعف، صحيح. الخجل هو لما الإنسان بيخاف إنه يحكي قدام العالم، بيخجل. ليش بيخجل؟ بيخاف إذا خربط، دائما عم يفكر شو ممكن يحكوا عني. أما الحياء هو بيكون شخص هو بإمكانه يعمل هذا الشيء، لكن هو امتنع عنه لأنه هو عنده قيمة وصفة ومهارة وسلوك، خلينا نقول هو الحياء. والحياء بيعطي للإنسان قيمة، وهو يجعله محصن عن الإقدام على الفواحش والأمور الرذيلة التي ما بتليق بمروءة الشخص وكرمه وشخصيته. فالإنسان لما بيكون، لما يستحي، هلأ في إن لم تستحي فافعل ما شئت. لما الإنسان ما عنده أي شيء يستحي منه، تمام، تلاقي خلاص ما عاد همه. نحن مو قصة إنه أحيانا قد يبيح المحرمات، صحيح، مو إنه نستحي الحياة إنه أنا بس أكل هم المجتمع. لا، بالبداية أنا لازم أكل أو فكر هل هذا الشيء صح يلي أنا بدي ساوي. أوقات كتير العالم حاجة بقى خليك بيكول، هاي الكلمة كتير، إنه ليش بدها تكون يعني كتير إنه عادي وما بدها هاي القصص، وليش هيك ولا تحملها، ولا تحملها وخي كتير أنت ماسك استلم بالعرب. لا، هي قيمة. فالإنسان لما عنده قيمة معينة ف بده يحافظ عليها ويعرف يستخدمها، صحيح، ولما دائما يحافظ عليها ويستخدمها ويعلم الآخرين هاي القيمة، خاصة قيمة الحياء، لأنه كل ما لا عم تندثر للأسف الشديد. فبتلاقي كتير الأشخاص لا عاد حدا، حتى أوقات الأنثى حلو بحياءها، شاني حياءها بأنوثتها، بلطافتها، بطريقتها، بطريقة حكيها، مشيتها، تعاملها. أما أوقات كتير إنه لا، نحن بنكون، ليس اللي عنده حياء هو مو شخص ضعيف أبدا، بالعكس هو شخص قوي. فالمرأة والأنثى عندما قوي بأخلاقه، صحيح، تتمتع بالحياء فهي ذات أخلاق عالية، وحتى شخصيتها بتكون قوية. حتى بتصير بتعرف إمتى تحكي بشكل صحيح وبطريقة صحيحة، ما بصير فيها حالة المياعة وحالة يعني عم توصل ل يعني حتى المبادئ تبعها أوقات عم تتخلى عنها، بس إنه نحنا أنا بدي واكب التطور، واكب المجتمع. فهون كتير نحنا لازم ننتبه لموضوع أو لقيمة الحياة ونرجع الرجعة بحياتنا وبمجتمعاتنا. نقدر نقول أستاذ رهف إنه الحياة هو الامتناع عن القيام بأي فعل مخل بالأدب، صحيح. الحياة خلينا أقول مثل البلور. البلور إذا لمعتيه فبصير بيضيء. والإنسان لما يكون عنده قيمة الحياة فهو مثل كأنه البلور اللامع، فهو عم يكون عم يلمع، وهذا الشيء بيسقله بشخصيته أكثر. شكرا لك.
حضرتك رهف تسابحجي وحضرتك مدربة التنمية البشرية. كمان بدنا نشكر مستمعينا الأحبة اللي رافقونا بحلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، لكم منا أطيب الأمنيات وأجمل التحيات.